الأسواق العالمية. معي بالاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك. يمكن الآن الفوكس هو على عوائد السندات الخزينة 3% لما نراها منذ يناير 2014، هذا خلينا نشوف الدولار بيرتفع وبيضغط على الكوموديتيز، وأيضا بيعطينا وورن أنه التضخم حيكون ضاغط على الأرقام التشغيلية خلال الفترة القادمة. بالتأكيد هي النقطة الأساسية، ارتفاع عوائد سندات لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية إشارة ضمنية أن المستثمرين وحائزي السندات إجمالا يتطلعون إلى إمكانية تضخم مرتفع وخارج عن السيطرة في الفترة القادمة، وهذا دائما نحن بنعرف أن السوق بسعر قبل الأحداث وبدأ بتسعير ذلك مباشرة أن الفيدرالي الأمريكي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بعدد مرات أكثر هذا العام، وبالتالي من المتوقع أن يكون 3 مرات رفع إضافية إلى المرة التي قد تمت هذا العام، ومجموع 4 مرات رفع ممكن يكون لأسعار الفائدة، وهذا ما يبدأ تسعيره في الأسواق حاليا. شفنا الدولار إندكس كيف عم يعود للارتفاع عند أعلى مستوياته في شهر ونصف تقريبا، ويواصل الضغط باتجاه الصاعد. اذا كنا نضع عليه الشاشه، هذا هو اخترق مجموعه يعني مستويين مقاومه مهمين جدا للدولار الامريكي وكمؤشر امام سلم العملات، ويواصل الارتفاع بنتيجه التثقيل المسبق لامكانيه ان يكون هناك رفع جديد لاسعار الفائده في الوقت الذي كانت لدينا بيانات تضخم اللي صدرت مؤخرا اظهرت قراءات اعلى من التوقعات، سواء كان بالسي بي اي وايضا بما يتعلق بمؤشر اسعار المنتجات. جميع القراءات التي تصب في التضخم جاءت أحسن من المتوقع، يضغط ذلك أكثر على قراءة الفيدرال الأمريكي التي لم تكن واضحة بشكل كبير مع رئيسه الجديد، أنه هل سيكون هناك رفع أكثر؟ قال لا يوجد رفع أكثر عدد المرات المتوقع، ولكن هناك توقعات بتحسن مستويات النمو. الآن أصبح لدينا ضغط إضافي كبير وهو التضخم الذي تسعره عوائد السندات وتسعره كذلك أداء الدولار الأمريكي. خلينا نتحدث عن اللي صار بول ستريت يوم أمس، تراجعات قوية على المؤشرات الرئيسية، كثير من الشركات أعلنت عن أرقام أتت أحسن من الأفريج استيميتس، ولكن السهم أو الأسهم تراجعت بشكل كبير، كأنه السوق بيعطينا إشارة أنه البوم اللي شفناه في الكوربوريت إيرنينز وصلنا للتيب، ولربما اللي جاي حيكون داونفول. حقيقة يعني مؤشرات الأسهم وقراءات الأسهم كانت في الفترة الماضية بإشارة ودلالة واضحة إلى أنه هناك تخوف وهناك يعني خوف من قبل المستثمرين إجمالا الاتجاه نحو الهاي ريسك انسترومنتس أو الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر المرتفعة كالأسهم وما إلى ذلك، وتنعكس في هذه الحالات نتيجة التخوفات القراءات. إذا كان هناك تفاؤل بالقراءات الإيجابية نرى تراجع في الأسهم، وذلك لأنه في ضغوط أخرى سواء كان من تخوف المستثمر إجمالا من الوضع السياسي والاقتصادي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتخوفات من إجراءات إضافية فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية بطريقة أسرع، وذلك يضر تماما. ونحن ممكن جدا قريبين من القمة، في كل لحظة نحن بنتحدث أنه وصلنا إلى القمة وإمكانية الانعكاس، ولكن يعود للارتفاع مجددا المؤشر. لكن الآن ما نشهده حاليا هناك نوع من إمكانية تصحيح واضحة على رائد. عندنا أقل من دقيقة، ودنا نسمع رأيك في الستيرن، إحنا شفناه تحت الضغط لكذا جلسة، هل تصريحات كوني حتضغط زيادة 1.39؟ هل نرى أقل؟ في قاعدة بتقول انه الستيرلينج من تقريبا 13 سنة الى الان كل شهر ابريل يغلق مرتفعا، الان ممكن ان تختل هذه القاعدة في تداولات هذا الشهر وممكن يغلق بالانخفاض. اجمالا من المتوقع ان يواصل الارتفاع بنتيجة امكانية عودة ضعف على الدولار الامريكي، لا قوة في الجنيه الاسترليني، لانه لا يزال هناك الغموض الكثير داخل المركز البريطاني والاقتصاد البريطاني ككل. رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.